هذه اللحظة. بالتزامن مع ذلك كان هناك بيان لحركة الجهاد الإسلامي وذراعها المسلح، أبرز ما جاء فيه هو العنوان بأن ما حدث في هذه الجريمة، جريمة الاغتيال، تمثل إعلان حرب على الفلسطينيين، وأن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن ما وصفتها بالجريمة. كما دعت الجهاد الإسلامي كل قوى المقاومة الفلسطينية للوقوف في جبهة واحدة للرد على هذه الجريمة التي خلفت حتى هذه اللحظة، والقصف الإسرائيلي الذي خلف حتى هذه اللحظة 8 شهداء من بينهم أطفال، بالإضافة إلى أكثر من 44 مصابا من بينهم مصابين في حالة الخطر. الواضح أنه قد يكون أثناء التشييع، وهذا حدث سابقا، أن تطلق صواريخ من قطاع غزة، هذا حدث في مرات سابقة للرد على عملية الاغتيال، أو أن يتم الإتمام من مراسم التشييع والدفن، ومن ثم يكون هناك عملية رد. ومرة أخرى السؤال الأهم الآن، هل ستعلن الفصائل طبيعة ردها أم أنها ستقوم بالفعل بالرد، خاصة أنه التصريحات ساخنة ومتتالية من الفصائل الفلسطينية قالت أنه الرد سيكون خلال دقائق، وبالتالي نحن نتحدث عن ردا سيكون مشترك على ما يبدو من الفصائل الفلسطينية. لا ندري إن كان، وهذه البيانات وصلتنا منفصلة من فصائل المقاومة الفلسطينية، لكن حتى اللحظة لم يصدر أي تصريحات من مثلا كتائب الشهيد عز الدين قسام الجناح المسلح لحركة حماس، وكذلك لم يصدر بيان مشترك من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية. وبالتالي قد نذهب إلى بيان مشترك سريع خلال الساعات أو الدقائق القادمة يتضح فيه طبيعة الرد، أو أن يكون هناك فعلا قصفا مباشرا استهداف لمناطق محاذية لقطاع غزة أو مدن، وتحديدا حينما قال زياد نخالة بأنه لا يوجد حدود والاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء، هذا يعني أنه قد يكون هناك فعلا قصف لتل أبيب. مدى هذه الجولة من القتال زاهر يمكن القول محكوم بمدى بعد هذه الصواريخ وإلى أين ستصل. إذا كانت سيتم استهداف تل أبيب مباشرة والقدس، هذا يعني أننا أمام جولة قتال قد تستمر لأيام، خاصة أنه هناك حديث عالي المستوى من الفصائل الفلسطينية بأنه الاحتلال عرقل جهود الوساطة المصرية والأممية التي كانت قائمة وكادت تصل من وجهة نظرهم إلى عودة الهدوء، لكن بتنفيذ هذه العملية الاستباقية التي كان نتيجتها اغتيال أحد أبرز قادة سرايا القدس، هذا يعني أنه هناك جولة قتال جديدة قد تستمر لأيام، ومرة أخرى محكوم مداها بمدى الصواريخ التي ستطلق من قطاع غزة إن كان هذا الشكل هو الذي ستقوم به المقاومة الفلسطينية للرد على عملية الاغتيال، أو أن يكون هناك ردا في مناطق محيطة بقطاع غزة. ودعني أقول لك زاهر أنه في المناورات السابقة خلال العام، نهاية العام الماضي وبداية هذا العام، كان هناك مناورتين أو 3 مناورات، مناورة للقسام وكذلك مناورة لسرايا القدس كانت قبل أسابيع من الآن، وكذلك مناورة لفصائل الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية كانت تتحدث في مجملها عن محاولات دخول مسلحين فلسطينيين إلى المناطق المحاذية لقطاع غزة، وتحاكي اختطاف جنود من على ظهر الدبابات. هل نحن أمام وقت أطول وتنفيذ هذا الشكل من عمليات الرد؟ قد يكون واردا، خاصة أنه هذا ما تحدثت به الفصائل الفلسطينية صراحة حينما بدأت مناوراتها وأنهتها، قالت أنه هي ستذهب إلى هذا الشكل في معارك قادمة مع الاحتلال، وهذا أيضا يتزامن مع الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال في المناطق المحاذية لقطاع غزة خلال الأيام الماضية بالتحذير لإمكانية أن يكون هناك فعلا تسلل لمسلحين فلسطينيين والقيام بأي من العمليات في المناطق المحاذية لقطاع غزة، بخلاف الشكل والطريقة التي كان يكون عليها رد الفصائل الفلسطينية خلال جولات التصعيد السابقة بإطلاق صواريخ إما مباشرة بكثافة وبغزارة نحو مستوطنات غلاف غزة، أو باتجاه تل أبيب والقدس ومناطق حيفا ويافا وغيرها من المناطق التي تطالها مديات صواريخ المقاومة الفلسطينية. يشار أيضا إلى أنه كان هناك خلال الأيام الماضية تصريحات من المقاومة الفلسطينية متعلقة بإتمام جهود لصفقة تبادل، هذا قد يعزز هذا الموقف في حال فعلا كان هناك عمليات على هذا الشكل فيما يتعلق بالمنطقة الحدودية الشمالية والشرقية لقطاع غزة. وحتى في البيانات التي تحدث
تحدثت عنها جيش الاحتلال في الساعات الماضية، قال إنه كان هناك نية لهؤلاء الفلسطينيين الذين تم استهدافهم من المسلحي الجهاد الإسلامي باستهداف والقيام بعمليات في المناطق الحدودية، وحتى سرايا القدس قالت إنه الشهيد الجعبري كان مسؤولا عن تنفيذ عمليات باتجاه الاحتلال سواء بتنظيمها أو المشاركة فيها.